اللهم إن هذا المرض هو جندي من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم اصرفه عن بيوتنا وعن بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. يا ربي بلغنا رمضان وحنا في أحسن الأحوال بحول الله، وندوز هاد الغمه بخير وعلى خير ان شاء الله في اسرع وقت ممكن يا رب يا رب. اليوم ان شاء الله غنطلع لكم شبكيه الزنجلان، فقط ما فيها لا لوز لا حتى حاجه، بالزنجلان. دونك انا من عادتي ما كنديرش اللوز والزنجلان، كندير اما زنجلان واما لوز. دونك اليوم غنحضر بالزنجلان. السنه الماضيه فايت درتها في لاشين ديالي السنه الماضيه وما كنتش كتبت المقادير، وكانت يلاه بدايه. دونك اليوم ان شاء الله ندير لكم المقادير ان شاء الله بحول الله نكتبهم. والشباكيه راه تبارك الله السيدات المغربيات ما كتخفاش عليهم، الصلاه النبي عليهم. وغنشارك معكم الوصفه ديالي وان شاء الله تروق لكم وتعجبكم بحول الله. بسم الله ندوزو المقادير ديال الشباكيه ديال الزنجلان. دونك شنو هنا بغيت قبل ما نبدا المقادير باش نقول لكم العبار غيكون بهذا الكاس المعلوم المعروف المغربي العالمي ولا كاس العنبه. دونك باش قبل ما نبدا باش ما نبقاوش نعاودوا نفس الشيء، هذا الكاس هذا بالعبار اون مليليتر كيعبر 200 مليليتر، هي سنتيلتر 20 سنتيلتر، الى وزناه في الميزان كيعبر 165 غرام. دونك هاش نعاود شنو قلت، هاد الكاس العنبه بالنسبه للسوائل كنهضر، بالنسبه للسوائل راه كيعبر 200 مليليتر، هي 20 سنتيلتر، هي بالغراماج بالميزان الغرام هي 165 غرام. دونك كديروه كديكوطار وديروا السائل ديالكم كيجيكم 165 غرام. دونك هذه كانت اونت بارونتيز باش نبداو المقادير، لان عبرت كلشي بهذا الشيء. دونك اللي عنده الغراماج اللي ما عندوش هذا الكاس هذا كيدير اما الميزان او كيدير الكيسان اللي فيهم لي مليليتر ولا سنتيلتر. دونك هذه كانت بين قوسين وان شاء الله ندوزو للمقادير. بسم الله ندوزو للمقادير. المقادير كالتالي، نبداو بالزنجلان. الزنجلان هنا عندي واحد 300 غرام ديال الزنجلان محمره شي شويه ومطحونه، تحصلت على هذا القوام هذا بحال الطحينه. باش حصلت عليه من هذا الكاس ديال الزيت اللي عندي هنا، خديت واحد الكميه شويه ديال الزيت وطحنت بها الزنجلان باش نحصل على هذا القوام وما تبقى بقى في هذه الزليفه. دونك الكاس خاص يكون كاس وهذاك معبور، طحنت به شويه الزنجلان وما تبقى خليته هنا، ماشي ديروا كاس طحنوا الزيت بالزنجلان وعاود تعمروا كاس، لا، الكاس عمروه خذوا منه باش طحنوا الزنجلان، ولا يبقى فيه خليوه للشباكيه ديالكم. دونك انا عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبده نوازيت، جوج كيسان ديال الزهر، هنا كاس هذا مخلط فيه زعفران شعره هذه مده باش يطلق اللون. وهنا عندي كما قلت لكم 300 غرام ديال الزنجلان المطحون، عندي قريصه الملح ديال الخميره هي شويه درت راس المعلقه، وعندي هنا جوج معالق ديال الخل، وهنا عندي مجموع، عندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه، جوج معالق كبار ديال النافع داك الحلو، وهنا عندي معلقه صغيره ديال النافع البلدي داك المر. هنا عندي الملحه مدقوقه مع واحد جوج حبيبات ديال المسكه، عندي شويه ديال السمن، عندي هنا واحد معلقه صغيره السكر باش تحمر لينا الشباكيه القياس، وهنا عندي واحد الحكيكه ديال الكوزه اي صغيره، وعندي هنا غيكون صفر بيضه. دونك هادو هما المقادير. وهنا عندي معبور كيلو ديال الطحين، وهنا ربعه ديال الطحين بوحديتها، نشوف شحال غتاخد ليا بالضبط باش نقول لكم بالضبط شحال ياخد ليا هاد القوام ديال الطحين. بسم الله الشباكيتي نديرها في العجان، في عنعجنها بالعجان
دونك الكسيفات ما بقاوش. دونك شنو ندير؟ نبدا بالسوائل بحال العاده دائما. نبدا ان شاء الله بهاد الزيت اللي باقي من كاس العنبه. دونك كاس العنبه الزيت، كاس ديال الزبده نوازيت محيده منها الحليب ديالها باش الشباكيتكم تبقى طيبتها زوينه على طول المده اللي غتبقى لكم. عندك الحليب هو اللي كيغوي الشباكيه. دونك ندير هنا جوج كيسان ديال الزهر، ها هما كاس هنا وكاس هنا. هاد الكاس مدوبه فيه زعفران شعر. دونك شو اللون هو؟ انا كندير هاد الشعيرات كنحيدهمش. عندي جوج معالق ديال الخل. هنا عندي واحد كويره ديال السمن، وهنا عندي جوج حبيبات ديال المسكه مع شويه د الملحه مع معلقه سكر سنيده صغيره. ندير واحد الحكه شويه د الكوزه، كما كتعرفوا الكوزه كتجي زوينه مع هادشي بلدي، كتعطي واحد كتولفي واحد لوكو فيها في هادشي زوين. غير واحد شويه جوست ما تكتروش. جوج معالق ديال النافع اللي كنقولوا لبستاني راه حلو، ومعلقه صغيره ديال النافع البلدي، ومعلقه كبيره ديال القرفه. دونك عندي واحد صفر بيضه، شفتو صفر بيضه، غاس ديال المعلقه خميره حبوب، واللي عنده الخميره المعجونه كيدير واحد كويويره صغيوره. صافي هادشي اللي كاين. وعندي 300 غرام السنجلان مطحونه مع داك الكميه الزيت اللي خديتها من الكاس ديال الزيت اللي عندي في المقادير. دونك هادو هما المقادير. دونك نخلط هاد المقادير كامله. انا ما كنديرش الخميره داك الحلوه لا لوفور شيميك، ما كنديرهاش، كندير غير الخميره هادي البلديه. ميقات الخبز شوف بسهوله الزنجلان حيت مطحون مع داك الزيت بسهوله ندمج ليا مع المقادير، ما كيبقاش مكور مع داك السوائل دغيا. دونك شنو ندير دابا؟ نبدا ندير الطحين ديالي فقط. دونك هادشي دابا نديرو في العجان. دابا ديك تاع العجان وغنبدا ندير نضيف الطحين، وانا كنخلط اللي بغي يعجن بيديه راهو الاختيار. المهم نحل دابا. هنا كان عندي كيلو ديال الطحين كما شفتو، دونك في هاد الاناء هانتوما هذا كما قلت لكم قبيلات كان كيلو الطحين. دونك انا مازال باقي ليا شويه نضيفو كما تشوفوا، نضيفو كامل. وديك الساعه عاد نشوف عجينتي كي دايره واش نضيف ليها مازال الطحين اولا لا. دونك الاشاره هاد الطحين اللي استعملت انا باش نعطيكم جميع المعلومات، الطحين اللي استعملت موني. دونك باش تعرفوا لان كل طحين قياس ديال الشرب ديال السوائل ديالو ماشي كيف كيف، كاين اللي يشرب لكم قل، كاين اللي كنحرشي شويه داك الفورس. دونك انا اللي استعملت دابا مستعمله موني. دونك الطحين بعدا خاص يكون مزيان ماكا مزيانو، هذا هو الاهم. دونك دابا هاد الكيلو هذا غنطحنو مزيان حتى يتشرب في الخليط مزيان، وعاد نشوف شحال القياس اللي مازال ما نزيد. هانتوما شوفوا الكيلو كيفاش عطاني القوام. هاد الكيلو اللي دكت مازال ما ضفت حتى شي حاجه في الكيلو. دونك هانتوما شوفوا القوام العجينه. نمشي في التفصيل البنات اللي بغاو يديروا الشباكيه. دونك شفتوا القوام مازال خصني شويه الطحين. دونك كيلو هذا ما كافيش، دونك انا نزيد من هذيك الرابعه اللي قلت لكم. دونك الرابعه هي هذه، نزيد واحد جوج معلقات وانا كندور، ما تزيدوش دقه واحده. دونك نتوما كدوروا دابا صافي تقريبا قربت توجد. دونك ما تنشفوهاش وتجي يابسه بالطحين.
نزيد جوج معالق اخرين هي 4 فوق هاد الكيلو. ودابا غنطحنها واحد شويه ونشوف غنخرجها من العجان، لان ما كاينش محسن من اليدين، هما اللي كيعرفوا القوام، ماشي العجان هو اللي يعرف لكم القوام. دونك شوفوا الحاله ديال العجين، هانتوما شفتوا دونك العجين بقى شويه صافي راه تجمعات، دونك انا نزلها من العجان وديك الساعه نشوف راسي واش نزيد شي غبيره ديال الطحين معلقه اخرى. دونك هنا فوق الكيلو زدت 4 معالق كبار فقط، راه كنصور لكم ما حذفت حتى لقطه، دونك باش نكون شفافه معكم فيها باش ما نقول لكمش راه ها شنو كانت الاخر. دونك هانتوما دونك شفتوا العجينه ملي كتبدا في العجان كتبدا شويه كتبقى مفيك حتى شويه ما كتجمعش بسهوله، عرفوا صافي تقريبا راه القياس الطحين هو هذاك، نشوفوها بالملمس ديال يدينا ونشوفوا لا نزيدوا شي غبيره وصافي. يلا تنرجع لكم ان شاء الله. رجعت دابا انتما من بعد ما ضفت هذيك 4 المعالق نديرها فوق طاوله العمل بعد ما مسحناها بالخل مزيان، ونشوفوا العجينه ديالتنا هانتوما كنحس بها بدات كتنشف، دونك شويه خصها مازال نبقى نرش، ندير واحد معلقه نشربها بيديا. دونك حتى هذه هي الخامسه، وانا غدا هذه هي الخامسه معلقه فوق ديك الكيلو. العجينه الشباكيه خصها تكون واقفه شويه، هادي هي السادسه دونك زدت كنظن غتكون هي الاخيره 6 المعالق تكون شي ربعه صغيره فوق داك الكيلو 125 درهم تقريبا. دونك الشباكيه العجينه الشباكيه قد ما خليتوها خفيفه راه ما تجيكمش، اولا تشبكتها كتجي ميته، دونك اون فوا كتشبكوها تشبكتها كتهبط كيبقاش فيها حتى فورمه، كتبقاش شاده فورمتها كما كتشبكيها ملي كتكونش العجينه هي هذيك قياسها، وثانيا كتجي مقرمله ما كتجيش معلكه وفتيه ما دايره فيها لا ملون هاد العجينه لا حتى حاجه، زعفران الحر فقط الشلو اللي عطى. دونك ما كيكفيك داك الزعفران الحر اللي كديري ما ديري لا ملون لا حتى حاجه صافي. نرجع للبركه دونك عندك ها نشرب فيها هاد الطحين اللي ضفت ونرجع لكم ان شاء الله شوفوا مالا المعروفه. القوام ديالي ها هو اللي حصلت عليه ديال العجين، شفتوا قوام واقف هانتوما كتحسوا بها صافي راه بصعوبه هانتوما باش صافي هو هذا القوام. دونك كما قلت لكم 200 غرام دونك كيلو و 200 غرام طحين اللي استعملت انا قلت لكم موني، دونك هادشي اللي كاين. دابا ندوزو ان شاء الله نكوروها ونرجع لكم. قطعوهم باش نقول لكم قطعوهم كويرات صغار دونك هكا صغيرين باش ما يكونوش عندكم لي شوت بزاف وتخسر العجينه، دونك تخدموا بها تبقى نقيه. دونك ديروا كويرات صغيرين وانتم كتخدموا وكتبقاو لكم لي شوت صغيرين، هادشي اللي كاين. وانا يدي بوحديتي مع هذا الحجر الصحي، دونك عن ديك واحد الكويرات ونديرهم ان شاء الله في الثلاجه ونبقى نخدم بشويه عليا بشويه تنقضيها ان شاء الله بحول الله. غنجمعو هاد الكويرات ديالنا اللي درناهم في الفيلم أليمونتيغ ونديروهم في الثلاجة ونجبدو وحدة بوحدة ونخدموها وحنا غاديين تنساليو بالقاعدة
هو هادشي اللي كاين ان شاء الله. نرجع لكم تنبغيو نطلقوا بحول الله. بسم الله. من بعد ما فتحت العجينه ديالتنا خليتها واحد ساعه في الثلاجه، لان الثلاجه باش تعرفوا لكن مع فيها الخميره في الثلاجه بحال اللي كنحبسوا داك التخمير، دونك بحال اللي كنستوبيو المفعول ديال الخميره. هذا هو هذا، ومنها كترتاح لاباط. دونك شنو عندي؟ هانتوما طريفات صغار، دونك كنشدها كنطلقها مستطيل واحد، كنحتاج نبقى ندير لي شوت بزاف، داكشي اش قلت لكم ديروهم صغيورين. المهم هادي هي خدمتي، كل واحد وكي كيفاش كيرتاح في خدمته في الحقيقه. ما عندي ولا طحين لا حتى حاجه من المعلومات البنيتات اللي باغيني مازال لي الله يديروا الشباكيه ان شاء الله. نتوما كتهز بسهوله ما كتقطعش، وكما كتشوفوا الزنجلان ملي كيكون مطحون مزيان ما يعذبكش. دونك كديروها على هاد السمك، هانتوما رقيقه شفتوا، ونحيد لي بور. شي قلت لكم هاد المستطيل ما يدير لكمش البقايا بزاف. نتوما كتشوفوا غير الجنيبات وتحيدوا، تعاودوش العجينه بزاف. معنا دير لعبه لا حتى حاجه، عيني ميزاني كاين برد المريشمات له الاختيار. دونك نبداو، شنو ندير؟ واحد جوج ثلاثه اربعه نقطع، واحد جوج ثلاثه اربعه نقطع، واحد ثلاثه اربعه نقطع. دونك ندوس هانتوما شتو اش عندي؟ نهز الاول ونحط الثاني وناخد الثالث ونحط الرابع ونلصق في الخامس. دونك ثلاثه عندي هنا لاصقين، و نلصق هاد لو بوغ اللي كيبقى لي كما كتشوفوا. ندخل هاد الشريط اللي كيبقى هنا في خو باش يجيو هكاك صافي، ونحط فوق طاوله العمل. ها هي مصايبه راسها ومحلولين الخيوط بعضياتهم باش ما تجيكمش الشباكيه مدقصه. دونك هادشي اللي كاين، خص الشباك يكون الخيوط محلولين باش ما يدخل في الزيت العويدات كاملين اللي كيتقلا وما تجيش منشنه. هذا هو الاساس، داكشي اش كنقول لكم لاباط هي ما تكونش غليظه، تكون رقيقه ما امكن بحال هكا شفتوا كما وريتكم. هانتوما ديروا الثانيه، نهزو الاولى نحطو الثانيه، نلصقو في الثالثه، الاولى تلصق في الثالثه وتلصق في الخامسه. دونك يجيو ثلاثه الاشرطه على بعضياتهم هنا وكيبقاو هنا. شنو كيبقى لك؟ كيبقى لك هاد لي بوغ، هاد الجوج شنو كنشدو؟ كنشدو كنلصقوهم واحد نلص وبكم مزيان، لصقوهم مزيان. كي هاد الشريط هادك الجوج اللي كيبقاو لتحت راه اوتوماتيكمون الاخر كيدخل مع تحت فوق الاخر صافي، وكي تفرموا بعضياتهم بلا ما تعذبي راسك معاهم. ونقرصو هنا في الجنيبات، ولا كانوا جنيبات كبار كتإليمينيهم. دونك هادشي راه تبارك الله السيدات كيعرفوه، نوريو البنيتات. رجعت لكم دابا صافي سالينا الشباك، ها هو كلو درتهم صغيرين درتهمش كبار باش تعرفوا العجينه ديالتكم مزيانه، دونك القوام ديالها مزيان. دونك ملي كتشبكوا كيبقاو هذاك كما شبكتوها كتبقى ما كتنزلش هذاك الريوس ديال الشباكيه ما كينزلوش. دونك العجينه ديالتكم القياس ديال الماء ديالها هو هذاك، دونك كتبقى واقفه التشبيكه ما كتنزل ما كتنعس بحال هكا، ما كتكونش داك العجينه خفيفه. دونك هادشي اللي كاين. دابا ندوزو، انا كنقلي في الفريتوز، دونك دير الزيت قلي، وهنا عندي العسل ديالي ها هو بارد، العسل اللي وجدته في القناه كما شفتوه، والزيت ها هو. دونك ان شاء الله نبداو اول قليه، نبدا بالطاوله الاولى اللي درت. هادشي سيدات تبارك الله كيعرفوه، دونك نديروه كنقولوا البنيتات اللي مازال عاد كيتعلموا البيدات كيتعلموا يصيبو الشباكية. بسم الله.
ما نحركوهاش حتى تشد فراسها والزيت راه عايمه فيه دونك ما تحتاجش ان شتي كي تنفخات وطلعات للفوق حتى في الفريتوز كتقلى على مهل بحالها بحال البوطه انا كتجيني الخدمه ديالها نقيه على ديال البوطه ديال المقله قليان في المقله وكتقلى كما كيكون يونيفورم كتقلى بشكل موحد دابا ظلام الحال خدمتها بشويه عليا وكلات خليتها حتى كتنشف وتشد فراسها عاد بديت دابا القليب شويه عليا دونك ما معايا حد صافي هذا هو اللون وغادي نزيد تكمل اللون ديالها في العسل ونحطها هنا في العسل العسل عندي بارد ما سخنتوش راه يسخن شباكيتنا كانت هي هذه شباكيه اروع ما يكون لذيذه جدا داك العسل الحر بالقوام اللي فيها هائله جربوها ان شاء الله وردوا عليا الاخبار من رائعه رائعه ما نعاود لكمش فنا وهشيشه ومي كتكون لاباط دقيقه راه كتجي هائله ما كتجيش معجنه وسورتو مي كتقلى في الفريتوز ها نتوما شو نتوما غزاله هفتيه ومعلكه غزاله وهداك الجلوكوز كيبقى شتي لا بريونس فيها واخا فيها القوام راه ما كيشربش داك العسل كتشرب العسل راه مجعبه بالعسل ولكن كيبقى داك كيبقى العسل بريون فوق الشباكيه دونك كانت وصفتنا هي هذه وصفه السيدات تبارك الله عليهم راه كيعرفوا كل وحده كدير الوصفه اللي كتليق ليها وحنا كنتبادلوا الافكار وكيدير الواحد اللي كيسلكو وهادشي اللي كاين صحتنا وصحتكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.